ما شايفين بهيدي الأوضة الحيط لونه رويال بلو. لون البلو الأزرق عادة لون بحر، لون مسقع، لون صيفي، بده أكسسوار صيفي. بس وقتا نحنا منحط معه أكسسوار مثل هيدا الحريم، يعني حريم هيدا شتوي، مع هيدا لون البلو، مع الهيد بورد يلي لونه جراج، حطينا حريم كتير مريح على النظر، بس بذات الوقت هو حريم سميك لونه بيج. وحطينا كوسانات، مين قال أنا ما فيني حط كوسان بتنحط عندي بالصالون؟ فينا حط عندي بقوت النوم، شو المشكلة؟ هيدا فيلفت يعني مخمل، بيعطي تقل للأوضة. برجع بقول انه ما عليه اذا كان شوي صغيره غنجت حالي بكوسانتين مع كوسان رايه، فيني شيلهم ارجع بعدين احطهم بالصالون. بس عن جد مع هيدا التخت، مع هيدا الحريم، مع هيدا الهيد بورد، عليت قيمه الاوضه كلها بشغله كثير 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 صغيره، وانا حسيت حالي عملت فالور كثير قوي للاوضه. كمان زدت هيدا البنش، هيدا البنش كثير مهم بالاوضه. ليه بنحطه؟ اكيد لانه تما نقعد على التخت، فينا نقعد على البنش اذا بدنا نغير تيابنا، بدنا نحط تيابنا، بدنا بالليل وقتها بدنا نشيل كل هول الكوسانات يلي عاده الرجال بيتضايقوا منهم انه لا شو بتحطوهم هالقد على التخت؟ اوكي فينا نشيلهم نحطهم على البنش بلا ما احطهم على الارض. سو كل هيدي الكومبينيشن اول شيء براتيك، بتساعدني بقدر استعمل كل الاوضه وبتعطيني الفاليو يلي انا كان على بالي. ومين قال ما كان فيها تكون هيدي البنش غير لون؟ كمان انا فيني اعمل لها تويست للاوضه. خلينا نشوف كيف.